المسلمين فصدقة الفطر كفريضة من الفرائض يجب أن تعطى للفقير المسلم. هذا هو قول جمهور العلماء. هناك أفراد من العلماء قليلون أجازوا إخراجها أيضا للذمي وجعلوا وسلكوا في هذه الصدقة الفريضة مسلكهم في صدقة النافلة. صدقة النافلة يجوز إعطاها للذمي، وطبعا تعرفون ما هو المعنى الذمي، هو الذي يسمونه اليوم بغير اسمه، يسمونه بالمواطن، وهذا من جملة التغييرات التي وقعت في العرف الإسلامي بسبب ابتعادهم عن الحياة الإسلامية رويدا رويدا. فما عاد الجو، هذا الجو الذي نعيش فيه والمزعوم أنه جو إسلامي، ما عاد يقبل كلمة ذمي، لأنه هذا يتطلب أن يكون في حاكم يحكم بنظام، ومن نظامه أخذ الجزية من أهل الذمة. لم يبقى هذا مع الأسف له أثر. بالتالي كان من آثار ذلك أن يرتفع هذا الاسم وهكذا. فنحن نعيش اليوم في زمن تتغير المفاهيم رويدا رويدا، كما صنعوا فيما يسمونه بالفنون الجميلة، فأدخلوا فيها المحرمات، المعاصي المحرمة.